للمزيد من التفاصيل حول أداء الأسواق العالمية ينضم إلينا المحلل الاقتصادي خالد الربابع. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ خالد. إذا كما لاحظنا حالة الارتفاعات الواضحة لدى الأسواق الأمريكية وتحقيق مستويات إيجابية تحقيقا يعني وتحديدا سوق ناسداك، خالد لماذا هذا الارتفاع الواضح؟ إذا كما أشرت أحمد كانت نهاية في المنطقة الإيجابية مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بالنسبة للمؤشرات الرئيسية للأسواق الأمريكية، ونلاحظ هذه الارتدادة الفنية وقد استطاعت المؤشرات الأمريكية من إيقاف سلسلة خسائر أسبوعية منذ انطلاق التعاملات العام الحالي دامت على مدار 3 أسابيع متواصلة. وبالمقابل أحمد يعني المؤشرات الأمريكية مع نهاية واختتامية التعاملات اليوم تتجه تقريبا لتسجيل خسائر شهرية بعد التفاعل الاستباقي بقرارات وتصريحات الفيدرالي الأمريكي، وهو ما جاء متزامنا منذ انطلاق التعاملات العام الجديد 2022 بفعل أنها كانت أحداث استباقية وحركات استباقية متوقعة حول تصريحات الفيدرالي الأمريكي. جاء وقد يعني وكما أظهر اجتماع مجلس احتياط الفيدرالي الأمريكي بتثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها بنطاق سعري بين 0.25 المئوية، إلا أنه أطلق عدة إشارات واضحة وأصبحت الأسواق المالية العالمية تسعر بأن أول موعد رفع لأسعار الفائدة سيكون في شهر آذار المقبل والانتقال مباشرة إلى إنهاء برنامج التحفيز الكمي الضخم، إضافة إلى التوجه لتقليص ربما بالنسبة للفيدرال الأمريكي من ميزانيته العامة والتي يعني تقدر باحتفاظ بأصول تقريبا بحوالي 9 تريليونات دولار، سجل رقما قياسيا جديدا. إذا الأسواق كانت قد يعني كانت متأثرة بتسعير مستوى يعني استباقي، وقد لاحظنا أن ارتفاع أسعار الفائدة والرفع المحتمل في أسعار الفائدة أثر مباشرة بشكل رئيسي على مؤشر ناسداك تحديدا، وقد تأثرت أسهم التكنولوجيا تحديدا بهذه التوجهات من قبل الفيدرالي الأمريكي بسياسة نقدية متشددة، وهو ما كان لها دور كبير وإيجابي بالنسبة السيولة الضخمة التي كان قد أطلقها الفيدرالي الأمريكي في دعم مؤشرات الأسهم الأمريكية تحديدا أسهم النمو وأسهم التكنولوجيا تحديدا. يعني وتحديدا أسهم النمو، لاحظنا نمو الاقتصاد الأمريكي تقريبا بنسبة تجاوزت 6%، برغم أيضا يعني تحديدا سوق ناسداك الذي تأثر في ظل القرارات المرتقبة من الفيدرال الأمريكي كان هو الكاسب الأكبر في ظل التجديد النقدي الذي مارسه الفيدرال الأمريكي. لكن تحدثنا عن إحدى الشركات المهمة شركة أبل خالد، يعني حققت مستويات إيجابية، أيضا تحدثنا عن سعر السهم وأيضا عن الإيرادات، لماذا هذا التطور في ظل الضغوط التي تمارس على الشركات؟ يعني بالفعل أحمد هو بالنسبة لشركة أبل كان لها دور مهم في ارتفاع مؤشر ناسداك مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع سعر السهم تقريبا وإغلاقه مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 7%. جاءت مدفوعة مع ارتفاع وتسجيل الشركة مستويات وإيرادات قياسية لأول مرة على الإطلاق في تاريخ الشركة بالنسبة للربع الرابع، ومما أدى إلى ارتفاع في صافي أرباحها وانعكس مباشرة على نمو إيراداتها في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 11%. هذه الشركة من أكبر الشركات من حيث قيمة الأرباح ومن حيث أيضا القيمة السوقية في العالم، وتحتل صدارة كبيرة بفعل المنتجات المتنوعة التي تطلقها والتي تهم العالم. يعني أبل تحقق إيرادات يعني مرتفعة وقياسية، تعتبر الأول مرة يعني تصل إلى هذه المستويات في الإيرادات خالد؟ نعم، هي لأول مرة تسجل يعني هذه المستويات من الارتفاع كإيرادات قياسية بالنسبة لشركة أبل. نعم، حتى مستويات أسعار الأسهم لشركة أبل مقارنة مع الشركات الكبرى، هل بقي في حالة من الارتفاعات لها مثلا خالد؟ يعني قد انعكست هذه الأنباء الإيجابية بالنسبة لشركة أبل على ارتفاع سعر السهم كما أشرنا أحمد مع إغلاقه مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 7%، ونلاحظ أن إيرادات الربع الأول من سنتها المالية 2022 قد سجلت بحوالي 124 مليار دولار، هي إيرادات قياسية لأول مرة في تاريخ الشركة أحمد. ونلاحظ أن القيمة السوقية قد سجلت مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 2.8 تريليون دولار، وقد تراجعت عن مستويات 3 تريليونات دولار التي كانت قد سجلتها مع نهاية تعاملات العام الماضي، لتسجل وتصبح أول شركة تصل إلى هذا الرقم إلى مستويات 3 تريليونات دولار لأول مرة في تاريخ الأسواق المالية العالمية. ونلاحظ أن صافي أرباح الشركة أيضا في الربع الأول من سنتها المالية يعني سجلت بحوالي 35 مليار دولار، ويعني أيضا مستويات جديدة وأرباح قياسية وإيرادات قياسية. يعني على ما يبدو أن شركات التكنولوجيا هي التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الأرباح خلال تعاملات العام الماضي. يعني كنا نتحدث عن القيمة السوقية لشركة
أبل، لكن ماذا أن تحدثنا عن العلامة التجارية لأبل خالد؟ أين تقع ضمن العلامات التجارية الكبرى في العالم؟ بالفعل أحمد، هي تسجل يعني تحتل الصدارة بالنسبة لشركة أبل من حيث يعني تريد مارك فاليو أو قيمة العلامة التجارية، وهذا التقرير قد صدر مؤخرا وحديثا من شركة براند فاينانس. يعني هذه الشركة معنية في تقييم العلامات وقيمة العلامات التجارية ل 500 شركة عالميا، ونلاحظ أن شركة أبل الأعلى قيمة من حيث قيمة العلامة التجارية، حيث أنها قد سجلت بحوالي 355 مليار دولار كقيمة في العلامة التجارية لأول مرة على الإطلاق، وأكبر شركة من حيث قيمة العلامة التجارية عالميا. ونلاحظ أن يعني على المستوى القطاعي أحمد، قطاع التكنولوجيا عالميا قد سجلت قيمة العلامة التجارية لهذا القطاع بحوالي 1.3 تريليون دولار، ويتصدر في المرتبة الأولى من حيث قيمة العلامة التجارية لشركات التكنولوجيا، من ضمنها شركات أبل وجوجل وأمازون، إضافة إلى شركات تكنولوجية كبيرة أيضا. ونلاحظ على مستوى الشركات أحمد بأن تطبيق تيك توك كان الأسرع نموا من حيث ارتفاع قيمة العلامة التجارية، حيث أنها قد وصلت قيمة العلامة التجارية لتطبيق تيك توك بحوالي 59 مليار حتى دولار. مع التغيير لاسم فيسبوك يعني على منصاتها أيضا، بقيت تيك توك هي التي يعني تسبق فيسبوك في هذه الأشياء. نعم، هو ربما يكون الأوسع انتشارا في العالم. لاحظنا أن هذا التطبيق قد بدأ يعني يأخذ صدى كبير في العالم، ويوجد عليه عدة مشاركين ويستعملونه بشكل كبير، فبالتالي هذه الاستخدامات وانتشار هذا التطبيق ساهم بشكل كبير في ارتفاع قيمة العلامة التجارية بشكل عام. نعم. ونلاحظ أن قطاع يعني الأدوية نعم هنا تحديدا خالد، قطاع الأدوية يعني استفاد بشكل كبير من جائحة كورونا، وأصبحنا نعرف أسماء شركات منتجة للقاحات كفايزر، موديرنا، صحيح، وسبوتنيك. هذه الأسماء كانت أصلا متداولة في الأسواق فيما قبل، يعني فيما يتعلق بإنتاجاتها الأخرى من الأدوية والمستحضرات الطبية. صحيح. مع إنتاج اللقاح أصبحت لديها علامة تجارية تفوق مستويات 54 مليار. هو سرعة نمو العلامة التجارية أحمد، ساهمت الجائحة بتطوير اللقاحات، تحديدا الشركات المنتجة للقاحات كورونا ساهمت في كان وهو القطاع الذي كان على المستوى القطاع الذي كان الأسرع نموا من حيث قيمة وارتفاع قيمة العلامة التجارية لقطاع الأدوية، لثمان شركات تحديدا، كان أهمها شركة فايزر وشركة أسترازينيكا وشركة جونسون أند جونسون. تحديدا هذه الشركات كان هنالك ارتفاعا ونموا كبيرا في قيمة علاماتها التجارية، وقد حقق القطاع بحوالي 54 مليار دولار كارتفاع وكقيمة في قيمة العلامة التجارية للقطاع الأدوية. وقطاع التكنولوجيا تحديدا، ما تحدثنا عن تطبيقات المكالمات عن بعد كزوم وغيرها من التطبيقات أيضا ارتفع. جميع شركات التكنولوجيا أحمد المهمة عالميا تقع ضمن قطاع التكنولوجيا، ونلاحظ أنه الأعلى من حيث قيمة يعني العلامة التجارية أيضا يتصدر، وكان له دور مهم بالنسبة لهذا القطاع في ارتفاع المؤشرات الأسهم العالمية، وتحديدا المؤشرات الأمريكية. نعم. ومؤشر ناسداك، وقد استفاد من جائحة كورونا أيضا، وقد انعكس ذلك على ارتفاع إيرادات القطاع وربحيته بشكل عام. نعم، المحلل الاقتصادي خالد الربعبع، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.